بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أين وقفنا؟ جمعة مشات؟ أين وقفنا آخر حصة؟ ها؟ تزكية النفس، كتعطيو عمومات تزكية النفس، ما نتكلم عن تزكية النفس. أين وقفنا؟ مقاصد التجهيب نمر، غاية من العبادة، مقصد من العبادة، ها؟ تقوى، تقوى. لعلكم تتقون. طيب اش كاين؟ الله يرحمنا وصل تشركي، الله يرحمنا، دوزها دازت. شنو يقول عندنا حنا؟ كيقول لك يرزق الصحة والسلام، ياك انت اللي كاين. الله المستعان. كنا في صدد الحديث عن قوله جل وعلا في الآية 83 بعد 100 لسورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا أن لعل ليست على ما بها، وإن كان في أصل وضعها أنها للترجي، لكن ليست على بابها، وهنا للتعليل بمعنى كي تتقون. فمعنى أنه جعل الصيام جعل الصيام أو فرض الصيام لتحصيل التقوى، لتحصيل التقوى. وقفنا عند التقوى حينما قلنا لعلكم تتقون، وقلنا أن الله جل وعلا في الآية جاءت على الإطلاق، تتقون مطلقة، جاءت مقيدة وجاءت ماذا؟ مطلقة، التقوى هنا. وقلنا أن التقوى وردت في سورة البقرة كم؟ الله المستعان، درست شحال؟ 36 مرة ذكرت التقوى باشتقاقاتها، مفهوم؟ طيب، قلنا أنه لعلكم تتقون جاءت على الإطلاق، لأنها جاءت مقدمة اتقوا ربكم، اتقوا النار، لكن هنا جاءت تتقون، فيها مغزى كما قلنا. تتقون أي تتقون كل ما له ارتباط بالصيام، كله ما له ارتباط بالصيام، لأن الصيام قلنا مرة معنا أن الصيام هو إيش؟ وقاية. الصيام وقاية، لقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ الصوم جنة، الصوم جنة. وهناك تعبير مفترق ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيش؟ قول الله جل وعلا. الذي ورد في القرآن هو الصيام، الصوم ورد على جهة اللغوية، أما بالنسبة للصيام تعبير في الفرض في العبادة متعلقة بالعبادة، لا يأتي اللفظ إلا بماذا؟ إلا بالصيام، ما يأتي بالصوم في القرآن الكريم كل آيات. وإذا كتب عليكم الصيام، فمن لم يجد
فالصيام ثلاثة أيام صيام. شوف صيام ما جاءه صوم، قل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جاء الصوم هنا على وضعه اللغوي في القرآن، أما بالنسبة للعباد يأتي الصيام. طيب الصوم والصيام فرق؟ ما في، ما هو الصوم هو الصيام، لكن من الناحية التركيبية بس خرجتوا الفتيح احنا كنا هنا قلبوا على صباح. ها صوم وصيام علاش؟ شوف الدقة، صوم وصيام رغم أنه هو نفس التعبير، صيام معناه هو صوم، هذا طبعا ايش؟ مصدر صيام وصوم، لكن الصيام فيه زيادة مبنى، فيه زيادة مبنى. الصوم ثلاث، الصيام أربع حروف، الصوم كم حرف؟ ثلاث. في فرق؟ ما لكم؟ في فرق. لذلك يقول أهل اللغة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. معنى الصيام ذكر للعبادة لأنه مشتمل على آش ما فيه مشقة، لأن الصيام أصله ها؟ ما لكم؟ شو الصيام؟ شنو هو الصيام؟ الإمساك. احنا كنتكلموا على ذاك الشيء. نشتي حديث رسول الله قال الصيام شهر الصبر. صيام شهر صبر، إذن يحتاج إلى صبر ولا ما يحتاج إلى صبر؟ يحتاج إلى صبر، لذلك جاء اللفظ بالزيادة دلالة على معناه المتضمن له آش وهو المشقة. في مشقة فيه كلفة، لذلك لعلكم تتقون. وفي تسلية كما مر معنا، شنو التسلية؟ قلنا لكم التسلية ماشي التسلية ديالك. إذا عمت هانت، إيه طيب شنو التسلية؟ ماشي التسلية الذي بمعناها الآن. فهم؟ التسلية الذي يذكرها أهل آش، أهل اللغة يقصدون بالتسلية ماشي هو كان تسلى، لا. التسلية معناه هو آش مواساة النفس على الفعل، لذلك قال كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. إذا معناه تسلية للنفس، إذا يحتاج إلى صبر رغم أن فيه مشقة الصيام، ولذلك قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية فدية قراءتان سبعيتان على الإضافة وعلى آش، فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين، قراءتان سبعيتان معنى فدية طعام مسكين. إذن فيه عدم طائش تحمل ماذا؟ الصيام. فلذلك كانوا يفطرون، من شاء أفطر ومن شاء صام قبل النسخ، صام لا قد أدى الذي عليه، الذي أفطر ففدية من فدية طعام عفوا مسكين أو طعام مسكين. إذن هنا جاءت آش بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. معنى ما بقاش الآن خيار، ولكن بقي على الذين يطيقونه على آش على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرأة الحامل والمرضع، هذه الأربع بقت الآية عليهما، مفهوم؟ طيب اش خرجنا احنا لهذا الشيء؟ فين كنا؟ التقوى، الله يرضي عليك، بقي احنا في التقوى، هذه فقط خروج من إذا لعلكم تتقون، إذا لعلكم تتقون. إذا الغاية من الصيام هو تحصيل التقوى. إذا معنى هذا أن العبد عليه أن يضع نصب عينيه أن في صيامه تحصيل لهذه التقوى، فإن لم تكن معنى نعم أن في صومه ماذا؟ فيه خلل، فيه خلل، لأن قلنا من الغبن
أن يدخل الإنسان إلى مدرسة الصيام، هذه المدرسة التي هي من أكبر المدارس الشرعية، نعم من أكبر المدارس الشرعية ومن أكبر المحطات التي يمر عبرها العبد في عمره أو من عمره طيلة السنة، تتجدد كل سنة. فمن الحماقة والغبن أنه يمر على هذه المحطة التي المفروض أن يتزود منها الزاد التام الكاملة، يعني آش قصوى، خصك آش خصك أقصى ما يمكنك أن تحصل في ماذا؟ في شهر الصيام. دير بحاله في حال تلقيح، عرفت التلقيح؟ الله يهدي يا لا تسولنا ياك تلقيح هذا. طبعا كيقول لك خصك بجرعات، اش لا جرعات، خلي انت باقي معنا مع دوك، خلينا مع بجرعات اش دقيقة، يعني لا يمكن تجاوز الحد في الجرعة ولا لا؟ الا هنا في الصيام فوت، تحتاج الى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. اذا خصنا احنا في الصيام خصني نحصل اكبر ما يمكن من مما هو في هذه المدرسة من القيم. هذه المدرسة فيها قيم، هي القيم هي الفصول، الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث، قيم كتدور في هذه الفصول. خصك كل فصل تاخذ منه فتنجح في ذلك الفصل بتحصيل نسبة معينة مقبولة باش تدوز. اننا موجودة فاش؟ موجودة في الصيام. تتقون خصني نجمع هذه القيم، قيم روحية، قيم تربوية، قيم أخلاقية، قيم اجتماعية، قيم صحية وقائية. كل هذه القيم لابد من تحصيلها في الشيء باش تعرف بأكبر مدرسة. يعني معناه كما كنقولوا حنا خاصك تدير فيها أول شيء الفيدونج، ما سميتو؟ هذاك يعني هذا شنو هو كيقول لي هكاك؟ هو هذاك أنت خاصك تدير فيه لأنه قلنا شهر التغيير. ومني كنقولوا شهر التغيير خاص خاص الفيدانج، هذاك الفيدانج هذاك هو إزالة تخلية، باش نجيبو من بعدها تحلية. أنا كندوي معاك بهذا المصطلح باش تفهمني، أنا بقيت غندوي معاك باللغة العربية ما غاتتحش، ياك هادشي اللي كاين ولا لا؟ كون هو صراحة خصنا شوية ننزلو نهبطو شوية ونخاطبوك بما تعقله باش تبقى غادي معنا فاش في السكة، غاتمشي من هنا تعرف لأن هنا خاصك دير الفيدانج. لو قلناها لك باللغة العربية ما غاتقولها اش كيقول الفقيه، فهمنا؟ حالف على السيارة تماما الآن، خصني نرجع ونغير ونبدل ونصوب ونقاد. علاش؟ لأن غنشد أنا غنشد الطريق، شتي مفهوم؟ غنشد الطريق، فين الطريق اللي غنشدو؟ غنخرج من شهر الصيام مسافر، مسافر عاما لأرجع إلى إلى هذاك عاوتاني ندير الفيدونج عاوتاني. فهمتوا القصد دابا الآن بالأسلوب المبسط؟ إذا معنا باش نمشي أنا الطريق وتمشي معايا اللي انا امشياش بما يرضي الله عز وجل وابقى على الصراط المستقيم بهذيك المده حتى ندور ونعاود نرجع، باش خصني مده، لان عاما سنتان سنتان خصني نكون تزوجت ولا ما خصنيش نكون تزوجت؟ اشنو خص؟ لان خصك خصك المازوط وخصك العده وخصك العتاد قائمة طويلة ولا لا؟ إذا أنت غادي وعامش المحطات اللي هي ثانوية، هذيك المحطة الثانوية بعد خروجي كمان رمضان غتلقى 600 شوال، فكأنما صام الدهر كله، يمشي 600 شوال تجي 10 دي الحجة، سالي 10 دي الحجة عندك عرفة اللي هي فيه عرفة
ها تخرج 10 ديال الحجه احنا غاديين. لا لا محرم رضا من تخرج محرم سير وحنا هذه محطات اش ما يسمى بالصيانه الخفيفه. الصيانه يجي لك هنا ماشي دابا صافي قال لي عنده داك عرف اش كنقول الصيانه الخفيفه ياك ولا لا؟ على الطريق وكان عاود رجع لاش لاكبر المحطات. فإلا ما خرجت من هذه المحطه كما ينبغي على الاقل كما قلنا بنسبه مقبوله باش غنعرف باش نعرف غيقول لي واش عرفت انا استغليت المحطه ياك باش عرفت انني استغليت هذه المحطه هذه يعني الشهر هذا استفدت منه يعني معناه انه قد تقبل الله مني عمل غنعرفها لانه القبول اش كيعرفوا شكون من الله كاينش واش قبل منك العمل واش نعرف ما تعرفوش ما يعرفوش شكون الا الله سبحانه. لكن هناك علامات اشارات كتبين على قبول العمل هو اش هو انك كتبقى مستمر في العمل. خرجت من عمل كل ما اخذته في هذه المدرسه من جهتي اش الروحانيات ما هو روحي ما هو تربوي ما هو اش اخلاقي ما هو اجتماعي ما هو صحي وقائي كل شيء تجيخته انا غادي معاه لا شك انه اش غنشوف النتيجه. فاذا خرجت بهذه المجموعه ولا زلت مستمرا ولو بنسبه ما تبقاش على ذاك الحال هل يمكن ان تبقى على الحال الذي كنت فيه في رمضان؟ صافي مفروغ منه. علاش؟ لان عنده خصوصيه. ملي كنقولوا خصوصيه كتخرج الخصوصيه غدا تعرى لان انت معك الان المعيه الخاصه. شنو هي المعيه الخاصه؟ ثم مالكم راه شي قال لي راه كنراجع معاكم زعما اشنو هي؟ الله يرضي عليك تصفيد الشياطين. شوف الله سبحانه من رحمته بعباده دخلتي شهر زادك إعانة صفد اش مردة الشياطين. لو قلتي الشياطين تسحب كاع الشياطين تصفدوا لا مردة لان انا قلت هذاك غتولي فيها خلل كيقول لك واحد كاين دابا النقاش كاين نزاع وكاين كاين الشيطان كاينين لكن شنو هما الصغار. اما المردة فاش فقد صفدوا. ثانيا انه ضيقت مجرى الدم الذي هو مجرى الشيطان. ان الانسان يجري من ابن ادم مجرى اش مجرى الدم. فانت ضيقت عليه باش بالصيام لما يحف ايضا شهر هذا الشهر لانه شهر مبارك. وحينما يكون الشهر مبارك لا شك انه اش محفوف بالملائكه ثم الرحمه النفحات كل هذه تساعد على اش على أن تقوم ما تقوم به في رمضان من قراءة القرآن من صلاة التراويح من الذكر من قائمة طويلة. لكن بمجرد أن ينتهي رمضان ترفع هذه الأشياء فكتبقى معري ورجعتي لاش للأصلي. هل تبقى بنفس المستوى؟ لا شك أنك عاش أبدا أبدا. لكن لا تغبنون بمعنى خصني نبقى على الاقل واحد النسبه اش معينه. لا شك ان في القران في رمضان نعطيكم مع مثال باش ما نوسعوش لان غيجي وقت هذا في رمضان. الان في قراءه القران هل تقرا القران ما اعتدته في الايام غير رمضان؟ مالكم؟ لا. إذا الآن تقدر تخدم دابا اش؟ جوج ختمات ثلاثة أربعة خمسة ستة بركة في القيامة. فين غاديين ياك؟ إيوا راه هذا هو اللي خصو يكون المفروض. ياك؟ حنا زيدي خلينا اش؟ خدمتي شحال من خضرة. بعكس أنه في غير رمضان كتخدم في الشهر. عاد إلا ختمتي. الله يرحمنا. ياك هذا هو الواقع، باش ما نكذبوش. ياك؟ إلا ختمتي فاش؟ في رمضان. عفوا في غير رمضان.
على من استفهام. اذا معنى لو قلنا انك حريص غديرش اقال واضعف الايمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انك تختم فاش في شهرين الى 40 يوم. لكن هل كاين فرق ولا ما كاينش فرق؟ انت راه شهر ختمتي فيه اش مرتين ماشي هي مره، ثلاث ماشي هي مره، وهكذا. فكل العبادات القيام ما كتقيم فيه إلا من رحم ربك وقليل ما هم. إذن لا خرجتي بركعتين أربعة ركعات في غير رمضان خير وبركة. كتعود نفسك نجي وحنا الطريقة نجينا إن شاء الله تعالى كيف حينما يكرمنا الله عز وجل بإتمام هذا الشهر والاستفادة فيه والعمل الصالح فيه وجعلنا من العتقاء من النار فيه إن شاء الله تعالى. فتجد أن نفسك آش في الأخير نعطيه كيفاش أنك تربط ما بين ما هو في رمضان ما بما هو خارج آش رمضان. مفهوم؟ طيب فين كنا؟ عند شوية كنخرج كيبان لي داك الشيء طرقان كتارو. فين كنا؟ ها لا وهذه الاخرى هذه دابا حنا رجعنا في كنا الاولى ديال خرجناها ها الله يرضى. شوف الناس في بال اللي كيصوبوا عرف القضيه فيها اش فيها. اذا مني بغيت ندير انا خصني نستافد من اش من هذا الشهر باش خصني نستافد منه. اذا خصني اش نلزم تلك القيم التي يغرسها عقل التي يغرسها الصيام في نفس المسلم. يعني تقلب القيم التي يغرسها الصيام في نفس المسلم. لان احنا كنصوموا اذا هناك قيم اللي ذكرنا بها خمس قيم عريضه تحت كل قيم من هذه القيم قيم. ذلك لو أخذنا القيم الأولى التي هي القيم الروحية. القيم الروحية تستفيد في شهر الصيام ويربيك، شوف الصيام يربيك على هذه القيم الروحية. أول هذه القيم قيمة الإخلاص ويرتبط معها الإحسان. لأنك تخلص العمل لله جل وعلا صائم إنما يصوم لا يراه أحد إن أراد أن يأكل ويشرب ما ليس عليك رقيب لكنك إنما تفعل ذلك إيمانا. أحلاش قلنا إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما لا ما تقدم من ذنبه مش ما تأخر. حيث حدف هذه ما تقدم من ذنبه تأخر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من تأخر ذكره إن شاء الله تعالى. المهم غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب من صام إيمانا واحتسابا. إذا إيمانا تصديقا بفرضيته واحتسابا الأجر عنده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأنت تخلص العمل تحقق الإخلاص في أعلى مراتبه لأنه هو العبادة الوحيدة اللي ما فيهاش مراقبة. بمعنى المراقبة لا يراك الناس إلا صليتي كتصلي مع الناس وإلا حجيتي كتحج مع الناس لكن الا صمتي صايم الراس ما عرفوكش واخا ما صايم مع الناس لكن عارفينك صايم ولا ما صايمش ما كاينش لان ما فيش لذلك الرياء منتزع كانه منتزع من من فضله من مساله الصيام. واذاك ما تصوم الا فانت تحقق الاخلاص ويدفعك الإخلاص هذا لأن من الذي دفعك إلى أن تخلص العمل لله جل وعلا إلا مراقبته خوف منه. من منعك من الأكل والشرب وأنت مختفي ما يراك أحد ما الذي منعك
تقاسي وتعاني ألم الجوع وألم العطش. من إذا معناه ترتقي إلى درجة الإحسان، لذلك يربيك على أعلى المراتب. الصيام يربيك على أعلى المراتب، معناه أنه يريد الارتقاء بك إلى أن تصل إلى أعلى مرتبة في هذا الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا المرتبة الأولى صعبة، المرتبة الأولى صعبة التي هي أن تعبد الله كأنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف أعطى المرتبة التي أقل منها التي يمكن تحصيلها، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأولى تسمى منزلة المشاهدة، منزلة المشاهدة، والمنزلة الثانية هي منزلة المراقبة، ومنزلة المراقبة أقل درجة من منزلة المشاهدة، فرق شاسع. لذلك هذا تجسد في بعض الصحابة، استوى عنده الأمر حتى صار في مرتبة المشاهدة، لكن ما قلت سقط عليه التكليف حمق هنا وصل إلى درجة الإحسان التي هي المشاهدة. قال لو رأيت الجنة ما زاد في أمري من الأمر شيء، بمعنى وصل درجة أنه وكأنه يرى الجنة. قلت المشاهدة ولا مش مشاهدة؟ مشاهدة، انتبه كأنه. ولي كان نقول كلمته كان أصحابه سيدي محيطش ما خدمش، لأن إشكالية كي تفهم غلط، فهمتي؟ كاين شي أمور، لكن باش نقربوا لكم فوق خصنا نضربوا هذه الأمثلة. كاين ليس كل ما يعلم يقال، قاعدة، ليس كل ما يعلم يقال. لذلك خاطب الناس على قدر عقولهم، أن تريدون أن يكذب الله ورسوله، الناس فهم ديالهم على قدهم. ما خاطبت الناس بأمور لا يعقلونها إلا كان لبعضهم فتنة، تقولي فتنة. لذلك فهم مقام والثاني مقام أدنى من هذا، يمكن الذي هو أدنى يمكن تحصيله، باش غتحصلوا منه ترويض النفس، باش نديرو كنربيو النفس كناش كنروضوها على الأمر فتصير ترتقي حتى تصل إلى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني معناه رقي، لأن النفس هكذا تحتاج إلى ترويض. خلقها الله عز وجل وجبلها على أنها إن هي طبعا أمارة بالسوء، تفقين هذه المسألة، أمارة بالسوء، فإذا تحتاج إلى إلى لجام باش تلجمها أنت، هو اللي كنسميه ترويض. فإن روضتها عن الطاعة سلكت مع الطاعة، صافي كتولي مبرمجة على الطاعة. هذيك جات قلت لكم إلا بغيتي، وهذا اللي غادي تذكر نفسك به ما بعد رمضان، كتصلي جوج ركعات وكتبقى على جوج ركعات، حتى كتروض النفس على جوج ركعات تنساهم أبدا. علاش؟ حتى نسيتيهم ودخلتي للفراش كتقول لك النفس غنضرب واحد جوج ركعات باقي ما صليتيهمش. اش كيتسمى هذا؟ ترويض. شتي دابا روضتي النفس على على فعل طاعة معينة، صارت منقادة لذلك. فمن المقصود طيب، فإذا إلى أعلى المراتب يمكن نوصل نعم تعبد الله كأنك كأنه يرى. فلذلك كل حركاتك وسكناتك تراقب فيها من؟ الله جل وعلا، مفهوم؟ إذا كيف غنحصلوا هادشي؟ خصنا بالصيام وبالطاعة وبإكثار من العبادة وبالتوبة وبالاستغفار، معناه تهذيب النفس. كل ما يهذب النفس ويرتقي بها إلى أعلى المراتب فأنت تشتغل به، وما تستعجلش
عقل هذه الكلمة عاش. النفس ما كتستعجلش، من رام الشيء جملة تركه جملة. النفس هكذا طبعها، راه إلا ما عرفتيش النفس التي بين جنبيك راك كتخربق. حيت انت دابا انت كشخص مكون من جسم ومن روح، ما عرفتيش هذيك اش هذيك النفيسه اللي عندك انت، فخداءات قصا ما كتبغيش هي اش رويدا رويدا غتوصل باذن الله جل وعلا. لكن هاد رويدا رويدا خصو يصاحبوها اش امور اخرى حنا كنغفلوا عليها، كنسحبوا المساله فيها فدلكه باش نعرفوا هذا الشيء. راه حنا زعما مطورين، قال لا هادشي راه العباده والامور الشرعيه ما فيهاش اش ما فيهاش فدلكه، فيها اش فيها خصك تكون مرتبط بامور معها. انت كتعمل وقولي اعملوا ياك ولا لا، لكن مع العمل اش خصني ندير؟ الاستعانه رضا. باش غنستعين بالله؟ عشنا هذه الاستعانة أحسنت هو الدعاء. باش نوصل أنا خصني باش نوصل كندير العمل، كان قائم في الترويض، وخصني ما ننساش شيء مهم جدا، شيء مهم في الخلطة، أشياء مهم فاش في التركيبة. إلا ما كانش هذاك ما كايناش، لا نتعولش. اللي هو اش هو الدعاء، شتي الدعاء زيد، ومن بعد الدعاء شكاي المتابعه. ما تجيبش الروينه وتربي نفسك على شي حاجه اللي ما هي اش هي، انت كتحسبها من الشرعي وهي عيده من اش من أش. خرجتي الطريق ولا ما خرجتيش؟ خرجتي الطريق. الا خرجتي الطريق كاين اعانه، واخا تبقى تدعي كاينش اعانه، لان انت مطالب باش بالاخلاص والمتابعه ويجي اش اخلاص المتابعه اللي قبيله ويجي اش الدعاء. اخلاص متابعه دعاء، اخلاص العمل لله. انت كترود الناس فاش كترودها؟ ثم مالكم الحجره بدات تسالي شحال دابا؟ ها اش قلنا؟ ثم ركزوا اش قلنا دابا؟ العباده اللي غدير انت ماشي ترويد، الترويد داش عباده، على باش كترودها انت؟ بالطاعة، عقل عليها. أروضها باش النفس تتروض بالطاعة، وهذه الطاعة خص يكون فيها آش حيت عبادة، اش خصها؟ إخلاص، والإخلاص خصو آش متابعة، والمتابعة ما تنسى الدعاء. فهمتوا التركيبة؟ هذه التركيبة العجيبة، التركيبة العجيبة، يعني كل شيء مقربوا ليك، عقل عليها. التركيبة العجيبة شناهي؟ اخلاص متابعه والدعاء. تنساش تخرج من هنا، كندير عمل عباده خص فيه. اذا كنبغي نروض النفس باش الله سبحانه وتعالى يعيني على ترويض النفس، خص يكون هذاك الترويض الذي هو مرتبط بالعبادات ان يكون اش ما فيه الاخلاص، وفيه اش المتابعه لان شروط قبول العمل، ثم اش معنى أنني مفتقر إليك يا رب العزة في تهذيب هذا النفس. أنا ما نقدرش بدونك، ما غنقدر ندير والو. فأنت آش تتدلل لله جل وعلا، تنكسر بين يدي رب العزة، تخضع للملك الديان. أتوفق ولا ما توفقش؟ خذ علينا بصمتك ديرو كا هادشي راه ماشي جبناه من هادي اش قال الله قال رسوله، ماشي عجبنا قال الله. حنا كنختصروا لك دابا كنديروها اش كنقول لك خلطه باش تفهمها انت، تحب خلطه جبناها من ما راه من ما كاينش حاجه من الكتاب والسنه فهمني سلم عليها، معناها لا تفيدك اش بشيء مفهوم. اذا ما عندنا الاولى هي اش الاخلاص الذي له ارتباط باش بدرجة الإحسان حينها في التربية، ثم عندنا التربية الأخرى التي هي آش في القيم أو من القيم الروحية، قيم آش
لا القيم الروحية باقي، احنا في الروحية ها قلنا لي لازم باقي حاجة تحصيل التقوى. التقوى تتربى على التقوى، لأن الشهر شهر تقوى، هذا الشهر شهر آش تقوى. علاش تقوى؟ لأن له ارتباط بالتقوى، التقوى وقاية والصوم وقاية، فهمتي؟ الصوم آش وقاية والتقوى وقاية، لأن التقوى بمعنى أن تقي أو تجعل بينك وبين آش غضب الله وسخط الله ونار الله وعذابه آش وقاية حاجز. الصيام جنة، صيام معناه وقاية. لذلك شوف الارتباط الوثيق بين الصيام وبين آش بين التقوى، رغم أن التقوى في جميع العبادات لكن لها حظ كبير في آش في الصيام. علاش؟ قلنا لأنه إن ارتفعت واحدة من الإعانات التي هي التصفيد بقي آش واحدة وهي آش تضييق مجرى الشيطان، وكلما ضيقت مجرى الشيطان كلما كنت آش تقويت عليه. لا تتقوى لأنه يضعف حينها، وحينما يضعف كتولي عندك آش أريحية في العمل، تقوم بالعمل بالعبادة، وهذه كتوجدها فيما كتصوف كتشوف نفسك حصل تغيير. علاش قلت لك راه الصيام صيام آش هو الأصل فيه تغيير، حتى في النوافل. شي النوافل اللي كتصوم اثنين وخميس وأيام البيض وكذا، كتصوم هذاك النهار كتحس بنفسك في هذاك النهار كاين تغيير ولا ما كاينش تغيير؟ كاين تغيير. ما تشوفهاش من رحمة الله بعباده، فكيف في شهر كامل؟ تربية ولا ما فيه تربية؟ أي تربية؟ باش نبقى أنا يا ها؟ كنضيع أياما، إيش قال؟ معدودات. أياما معدودات. قال أياما ومعدودات. هذه الأيام المعدودات كيقول لك في اللغة دي ضروري خصنا ما كاينش الله يسخر. أيام المعدودات معناها أيام ووصفت بالمعدودات. المعدودات هذه جمع، والأيام لغير العاقل، فقالوا إذا وصف غير العاقل بالجمع كان ذلك الجمع جمع قلة. إيش كان؟ جمع قلة. وإذا وصف بالمفرد الذي هو غير العاقل، أيام غير عاقل ولا عاقل؟ غير عاقل، العاقل هو أنت. أما الأيام آش جماد غير عاقل، إذا وصفت بالمفرد كانت للكثرة، كانت للكثرة. مفهوم؟ ما فهمتيش؟ المستعان، خصها صبورة. دابا أيام أش قال الله سبحانه وتعالى؟ معدودات. وصفها بأن آش معدودة، إذا أيام آش قليلة. علاش قلنا قليلة؟ فيقول لك علاش قلتي قليلة وهي معدودات؟ كنقول لك لأن العرب إذا وصفوا بالجمع بالنسبة لغير العاقل اللي هو آش أيام، أيام غير عاقل وصفناها بمعدودات بالجمع دل على القلة، أن هذيك الغير العاقل راه آش قليلة في العدد. إذا أيام المعدودات معناها أيام آش قليلة، وهي فعلا قليلة. احنا في التولو تسمع محمد اخباركم شو دزت عشرة ولا ما دزت عشرة؟ ولا احنا فيها مالكم هي هيت تولو تمشي ولا ما مشاش؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. غنعاود نتلاقاو تولو تاني مشى غادي. السلام عليكم. رمضاناش ولا ايوا مني ولا اجي نتحاسبوا ديك الساعه. كنت غاب الكديرة هنا فين كاينة عشرة مرة أيام معدودات ولا ماشي معدودة؟ يلا صمنا البارح ولا لا؟ صمنا البارح ولا جي البارح؟ البارح. دابا حنا عشرة، شتي أيام المعدودات. فإذا عبر بالأيام التي لغير العاقل بالمفرد قلنا إيش؟ أياما معدودة. وجات في القرآن ولا ما جات؟ مالكم؟ جات أياما معدودات وجات أيام إيش؟
معدودة. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا معدودة ولا معدودات؟ معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا، شيء معدودة. إذن قالوا إيش؟ فإذا وصفت الأيام بالمعدودة بالمفرد، معدودة مفرد، صارت آخ للكثرة مفهوم؟ طيب أش خرجنا لنا؟ كنقول لكم عمكم تخرجون العشي راه كيدينا شعب. إذن البعد آش لازلنا في القيمة آش القيم الروحية، القيم الروحية ضمن الإخلاص قلنا آش الإحسان، قلنا آش تحصيل التقوى، تحصيل التقوى ورفع الإرادة، رفع آش الإرادة، لأنك أنت مني صمتي فقد آش. شوف علاش قلنا لك تحقيق العبودية في أسمى وأرقى مراتبها كتحققها فاش في الصيام، لأنك تركت ما هو محبوب إليك ولا لا؟ طعام محبوب ولا محبوب؟ الشراب محبوب ولا محبوب؟ محبوب. طيب شي الآخر من ربنا عليه توضيح الواضحات من المفضيحات ياك. طيب محبوب ولا ماشي محبوب؟ محبوب. تركت كل هذه المحبوبات لإرضاء من؟ شتي العبودية، خليت تجي كل شيء إنما فعلت واش. لذلك شو قال الله سبحانه وتعالى؟ ترك طعامه وشرابه من أجلي. من أجلي، ما هو كل شخص كتديرو من أجل الله، علاش بالتخصيص أنه من أجلي؟ علاش هذا؟ لا ماشي تشريف، لأنه تظهر فيه مراقي آش. لذلك الأجر لم يعلمه أحد، لذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. عرفتي شحال الجزاء ديال الصوم؟ الله أعلم، ما يمكنش، لأنه آش الله سبحانه وتعالى استأثر آش بعلمه فقال ما كاينش، ما تعرفش أجر آش الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لما تحرمني يا رب، مفهوم؟ طيب هذه القيم آش يريد يا أخي لم عندك مدة. القيم آش الروحية، القيم الأخرى أجنية، القيم التربوية. انتبه، هذه القيم تعلمتها فين؟ الأولى القيم الروحية اللي هي آش قلنا إخلاص إحسان تحصيل التقوى رفع الإرادة. فين حصلتين؟ في الصيام في المدرسة. إذا معناه مني خصني أن نخرج من تربية فاصل، خصني مني نخرج من هنا، معناه أنه خص هذا الشيء اللي حصلته هنا خصو يجري معي يستمر معي ما بعد رمى. هذا الشيء اللي تعلمتي هنا راه ماشي تعلمتيه باش خليت النور، علاش قلت لك راه محروم؟ إلا تعلمتيه وخليتيه فهمنا. اذا خصو اش خصو الاستمراريه. طبعا النسبه تختلف، قلنا اللي قلنا النسبه اش تختلف، لا شك ان النسبه في رمضان ليس كخارج اش رمضان، لكن كنبقى مصاحب معايا اش فانا اش ان اسحب معي ما تعلمته وتربيت عليه في شهر الصيام. مفهوم؟ انتقلوا لي بعدها. هي القيم اش تربويه، الصيام عليكم السلام، الصيام يعلمك، يعلمك قيم تربوية. من هذه القيم التربوية هو الصبر، قيمة الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ وما أدراك ما الصبر؟ لذلك سمي كما قلنا في أول الحصة أن الصيام سمي بشهر آش الصبر. علاش سمي بشهر الصبر؟ قال أهل العلم لأنه يجمع أو يعتبر من أفضل ما جمع أنواع الصبر هو الصيام. كيجمع إيش؟ حيت أنواع الصيام أنواع الصبر شنو هي؟ هيا معايا. الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة.
الصبر على الإيذاء، مش حال واللودمة، كل هذه الأنواع التي هي أنواع الصبر كلها صبر ولا ماشي صبر؟ صبر. ولذلك علاش قلنا صبر؟ تفكرت لكن خليه معي غنعاود نخرج شدوا هادي ربعه. كان سولني واحد قال لي علاش صيام شهر وصبري؟ ماشي لهاد الانواع، علاش هو صبر صيام صبر؟ لان الصيام الاصل ديالو هو اش؟ الامساك ولا لا؟ والصبر في اللغه هو اش؟ هو الحبس في ارتباط ولا ما كاينش ارتباط؟ فهمتيها؟ امساك واش وحبس هي نفسه، انت هنا تمتنع وهنا تمتنع، فاذا كان الصيام شهر الصبر، فهمتيها دابا؟ واخرهم تقولش لي عاوتاني شنو هو الصيام شهر الصبر؟ فهمنا؟ اذا معنى له ارتباط لان كل فيه امساك، فيه حبس، هنا كتحبس على الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وهنا في الصبر تحبس النفس على اش؟ على الجزع. فإذا تحبس نفسك على الطاعة وتحبسها عن المعصية وتحبس نفسك عن الأقدار المؤلمة كما تحبس نفسك فتلجمها عن التجاوز عين في إيذاء الغير. قول لنا شحال دابا الصبر، عفوا الصيام جمع كلاش كل هذه الأنواع، لأن أصلا الصيام هو طاعة، فأنت تحبس نفسك على الطاعة فتمتنع على كل ما أمرك الله عز وجل بالامتناع عنه. حبستي نفسك ما حبستيهاش؟ صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، لأن الصيام ماشي الصيام، الصيام ماشي الصيام فقط عن آش؟ عن الأكل والشرب والجماع، لا، وساش الصيام عن المحرم أيضا. العين خصها تصوم، والأذن خصها تصوم، والفم خصو يصوم، واليدين يصوموا، والرجلين يصوموا، الأعضاء كلها خصها آش؟ تصوم، لان هذا هو حقيقه الصيام. شتي الحقيقه ديال الصيام؟ ماشي انت صايم وطلق تسمع الموسيقى وتبحلق بعينيك والكلام الغيبه النميمه السب الشتم من هذا راه ماشي صيام، هذا ماشي صيام. انت اش درتي؟ ابرأت ذمتك، مكلف تكليف برأت الذمه به، لكن لا اجر لك فيه والعياذ بالله. هذا قول ماشي كلامي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله، نزيدك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. كاين شي أجر هنا؟ ما كاينش أجر، حديث رسول الله. وليس من قيامه اللي هي التراويح، التراويح اللي تصلي، وليس من قيامه إلا السهر. يخلع هذا الحديث ولا ما يخلعش؟ هذا حديث رسول الله ماشي كلامنا احنا. يخلع، علاش؟ يعني معناه انه خصك تحافظ على صيامك، صيانة صيامك. إذا كنصحكم ترجعوا لاش اليوم ليلة الجمعة، كانت خطبة الجمعة كيف نحافظ على صيامنا؟ راه مسجلة. سنحافظوا على الصيام ديالنا، السلف كانوا كيحافظوا على الصيام ديالهم. من شدة حفظهم على الصيام عرفت كانوا كيديروا؟ عرفتي شكون كيدير؟ بعضهم كان لا يخرج من بيته الا للصلاه، صافي فقط. مالك يا سيدي علاش يقولوا بس؟ قال لك لا سيدي خايف علاش؟ على صيامي. لا اله الا الله، شوف الناس خايف على الصيام ديالو، انا اخرمه. قال لك ماشي الصيام هو. لذلك علاش باش تحافظ على الصيام؟ خاصك تشغل نفسك حتى لا تشغلك هي، تشغلها بطاعة الله باش ما تشغلكش بمعصية الله. إذا خاصك علاش كان في الصيام؟ قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، التوبة، الاستغفار، كل شيء. ما تخليش النفس كما كنقول ما خصهاش تفنفن. عرفتي الكلمة ديال ما تفنفن؟ ما عرفتش شنو هي تفنفن، المهم علي. ياك شنو كيقولوا؟ ما تخلاش تفنفن، معناه ماشي ما تحركش حتى تحريكه. أي تلك كذلك ما تتملش، هي النفس ديالك. نعم إن النفس لأمارة بالسوء. إذا خصها
راي نفسي لا مشغلتهاش. قاعدة، إن لم تشغل نفسك بطاعة الله شغلتك بما تكون في الطاعة وإما آش كتبدا تدير لك البلانات، كتجيني كي كتبدا تبلاني، ما حدك قاعد وكتبدا تفكر، ما كتقرا قرآن، ما كتسبح، اش كتبدا تدير النفس؟ ياه تأزك أزان، مالك؟ خرج شوف لك شوف ضوء بيضاء دير القائمة طويلة، توضيح الواضحات منها اي نفس حيت خصها تشغل بها الطاعة، حيت شغلتي الطاعة ما غاتمشيش لك لاش صافي، حيت انا مشغولة بل وانت انشغلت مما يكبح جماعها، اش شغلتي بما يكبح اش جماح النفس، شكون يكبح جماح النفس؟ هو ذكر الله جل وعلا، شوفي كتذكر الله النفس كتدخل سوق راسها كتجمع كتقول اش انتهيت هنا اللي هنا. طيب فين كنا؟ حنا غنبقاو نخرجوا لا فين ثانيه صبر عن المعصيه، فاذا اش اذا معصيه الله انت حابس نفسك عن ما يفسد صيامك. الثالثه حبس النفس على الاقدار المؤلمه، وقدر الله عليك اش الجوع والعطش وانت صائم في الم اللي ما كاينش الم ملكو اشوفك كاين الم، صبرتي عيل ولا ما صبرتيش؟ صبر على الجوع وجابر علاش على العطش، وكلما كان الجهد كلما كان اش اكثر، اذا انت صبرتي ولا ما صبرتيش على الاقدار؟ تعال صبرتي على إداية الغير ها، فان سابه احد او شتمه او قاتله فليقل اني صائم، صبر على لك الحق لانه عدل، جزاء سيئه صيام لا هنا لا هنا كترتفع، شوف كتحيد هادشي كلشي الذي هو اش بالمساواه والعدل كترك لمن؟ لله جل وعلا حتى لا يفسد صومك، فقد تقول اش اني صائم. سبحان الله بغيت انا وياكم وقفتني هذه نبقاو نوقفوا انا مساليت اني صائم، واش غنقول اني صائم ودازت القضيه زعما غنجبن لكم؟ لا واحد يسبك ولا يشتمك ولا كذا ولا خيرين غتقول اني غتوقف زعما اني صائم، شتي شتي الاشكاليه فين قلت لك؟ ما بقاتش انك غتقول راه انت غتقولها وترقعوا، لا بدل شي بركه ياك تشيكي، لان اللي قلت لك حنا حيت ما تربيناش عليها القضية فين كاينة؟ لأن خاصك بلي ما تقول إني صائم أش خاصك تستحضر؟ أش خاصك تستحضر؟ شنو قلت لك؟ باش تقول هذيك إني صائم تفراني خاصك أش؟ خاصك المعية، وباش تكون هذيك المعية خاصك تكون أنت أصلا مستحضر عظمة من أش؟ من تعبدت إلي، هو اللي قال لك أش؟ قل إني بني تقول انت اني صائم وتستحضر العظمه ديال الله عز وجل غتفراني ولا ما تفرانيش؟ ها هو اللي غيفرانيك، ما تقول اني صائم اقول اني صائم 70,000 مره، فهمتي كيفاش دابا؟ لذلك علاش النفس قلناهاش ديما كنرجعكم كنربطكم بما ان النفس تروض، حيت ملي تجاوز على الشخص وتقول لي سامحتك لوجه الله ماشي سهل، اسهلاش اسهل ولا لا سهله؟ لا علاش ما سهلاش؟ حيت اش اللي قلتها الله سبحانه وتعالى اللي قالها، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، زيد وما يلقاها سمعتي الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، شتي ها اللي قلت لك أنا، بغيتي أنت فابور، شكون اللي غيوصل ليها؟ غيوصل هذه ويقول لي آش؟ الله يسامح، وتعامله هو يعاملك بالسيئة وأنت تعامله بالحسنة،
يدفع بالتي هي احسن. شكون يبغي ما يتلقاهاش الا اش اللي هاد الجوج صابر. احنا رجعنا عاود رجعنا لاش بالصبر. والثانيه اش ذو حظ. معناه شنو ذو حظ عظيم؟ عنده السويرتي. ها نقول اسمع ذو حظ عظيم تحب السويرتي. انا ما كانش وليدي سويرتي. هو فعلا سويرتي لكن سويرتي اش ديال مولانا سي بس فهمها. كي سويرتينا هذا ذو حظ معناه اش ان توفيق من الله جل وعلا. وباش توصل للتوفيق ها احنا غنعاود نرجعوا شو شحال من باب حلينا. باش تعاود ترجع للتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى خصك ما هي وما لونها. باش غتقول لي ها احنا عاود رجعنا ها هي اش هي تكون لله. من تكون انت مرتبط مع الله عز وجل وكلما اكثرت من الطاعه كلما اقتربت كلما احبك الله. فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي. ولئن استعاذني لاعيذنه ولئن سالني. واش غيوفقك الله؟ واش انت محبوب اليه؟ غتوفق ولا ما غتوفق؟ تلقائيه. فهمنا دابا القصد؟ إذن هذا هو المقصود. فين كنا؟ الربعة باقي يا سيدي ما عندي ما تسيرك. الربعة ثالثة الرابعة قلنا إذن عرفنا إيش؟ إذن قيمة الصبر. لذلك كان الصبر ارتباطه بالصيام إيش؟ له قيمة إيش؟ فهو يربيك على الصبر. كربك علاش؟ على الصبر. لأن أنت هذيك الساعة فعلا صابر. صابر على الأكل، صابر على آش الشرب، صابر على آش محرمات، صابر على إداية الغير. كتربى في المدرسة ولا ما كترباش؟ شهر كامل متفاش وأنت في الصابر. غنخرج بنتيجة. إذا معناها الصبر خصني نصاحبه كذلك آش ما بعد رمضان. لأن تعلمت هنا الصبر خصت آش لابد أن أرى أثر الصبر في آش خارج رمضان. إذا ما وجدتش أثر الصبر خارج رمضان عرف بأنك ما استفدت من رمضان آش ولا شيئا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. في هذا القدر كفاية. باقي ثلاث وباقي بعض القيم التي هي في التربوية التي هي من بينها وهي من أعظم ما نفرق فيه وهي قيمة الوقت. قيمة الوقت. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأسهل ما أراه عليك يضيع. رحم الله يجوز علينا. لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عاد. ومنها عمرك. هو هذا وقتك. عمرك فيما أفنيته. عمرك هو وقت. هو دقائق وهو آش ساعات وهو أسابيع وهو شهور وهو أعوام. اللهم تجاوز عنا. اللهم لا تحسبنا في مرارة مفرطين. هذا الشيء ضاع الوقت حديث ولا حرج. الله يجاوز علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هو الفرق بين الرخصة كيقول السائل هنا الفرق بين الرخصة والعزيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرخصة هي ضد العزيمة. العزيمة هي الفرض ما أوجبه الشرع عليك. فيأتي فيما أوجب عليك الشرع تأتي رخصة. الوضوء واجب ولا لا؟ مالكم واجب. تيمم رخصة. شتي دابا الآن عندنا آش الوضوء والتيمم رخصة. السفر الصلاة فيه تامة كاملة
الرباعي واجب ولا ماشي واجب؟ واجب. القصر فيه جوج ركعات رخصة، فهمنا؟ فهذا هو الفرق بين الرخصة وبين ايش؟ بين العزيمة، بين الرخصة وبين العزيمة. يقول هل يوجد فرق بين ختمات قراءة القرآن من المصحف والختمة في صلاة التراويح في البيت، يعني يجمع بينهما وانت اختم هكا كن فطين، اختم الختمة التي هي في قراءة آية قرآن واختم مع الختمة التي هي في آية في صلاة التراويح، تكون مع تاني عندك آية ختمة مع التراويح. في أسئلة كتبوها شوية فيها هنا السائل يقول استدنت من أختي مبلغا ماليا، ولكن قبل أن أعند لها هذا المبلغ توفيت بعد موت زوجها ولم يتبقى إلا أبناؤها وأبويها، واش باه أمها ولا عالبو ما عليناش، وأريد أن الآن أتعرف أظن على كيفية وكمية التقسيم مع المبلغ، مع العلم أن المبلغ هو 3000 درهم. يا وراه لينا وحيد نسم صباحك احنا ما يهمكم انت بغى يضرب حساباته. طيب من باب ياش التنفيذ شيئا ما. طيب الان عندنا واحد راه الارت شويه تابع عندك شي سخون عليك راسك، راه من اصعب العلوم اصعب الفرائض اصعب الفروض هي الفرائض، ولذلك هي أول علم يفقد في الأرض، أول علم يفقد هو علم الميراث، لذلك أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد الخص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيد وناهيك بها. الله يبدأ فقيرين ما ديزه. إذا أول علم ناش هو علم الميراث، ولذلك هو من أصعب العلوم. قال هنا دين عند أختو مبلغ، قبل ما يعيد المبلغ توفيت بعد موت زوجها، إذا الزوجة نحن ننتهي أمره، هلك قبل آش قبل المورثة، لأن من شروط هناك شروط تسمى شروط الإرث وتحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، وما يكونش هناك مانع، ما يكونش هناك مانع، المانع متعددة. ما نديروش حنا دابا نرجعوا درس ديال الميراث، حنا عارف القطع من باب، إذا هو مات قبل منها قبل من المورث، وهذه قاعدة، اللي مات من الورثة قابل المورث اللي هو عنده الورث لا يرث، مفهوم؟ لا يرث، حالات خاصة ماشي هو، إن ترك أبناء هذوك الأبناء عندهم ماشي تفصيل آخر، مفهوم؟ طيب إذا عند الزوج مشى بقاتهاش هي، ثم توفت من بعد الزوج ديالها وبقاو الأبناء والديه، والديها هي ماشي ولاد، والديها هي، هادشي اللي فهمت من السؤال، وأبويها. لا شك أن الأب والأم هنا عندهم السدس، كل واحد منهم السدس، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأبناء، إذا كانوا ذكور وإناث، إذا كانوا ذكور فهم يقسمون فيما بينهم بالتساوي، إذا كانوا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكفى الله المؤمنين
فين هي اخته؟ كاين ندى بنت شي اخته. اسمع سيدي، قال استأذنت من اختي مبلغ مالي، ولكن قبل ان حين هذا الموت توفيت بعد موت زوجها. الزوج صافي سالينا منه، بقات هي ماتت، بقى ولادها ووالديه، والديها هي. اذا ما طيب واش واخا يكون استاذن دوغري؟ راه غير الفلوس للوراثة، شكون الوراثة بالنسبة للميت؟ حنا ما كنديوش شكون اللي استاذن، شكون اللي عندنا هنا؟ أنتم راه كتغلطوا، فهموا مزيان، لذلك حتى كيجيني في الأسئلة، كتخربقوا لينا عاش، البروغرام، البرنامج، ركزوا، ما تقولش ليا، أنت دابا ملي كتكلم على الميت، أش كتقول؟ كتكلم من جهتك أنت. لا حنا كنتكلموا من جهه من الميت، انت كتقول لي مات وخلى اخ، شكون هذا الاخ؟ واش اخ من جهه الميت ولا اخ من جهتك انت؟ فهمتي كيفاش انا باش تفهم؟ لان الميراث ماشي التقسيم ديالو اللي كتعرفو انت، ما تدويش لنا من جهتك. هذا كيقول لك هلك هالك وترك. شتي دابا انت عندك دابا شنو هو؟ كتقول اش ابويها، ابويها، لا ابويها مش البا، ابويها مش ابو. تم الاخر ما عنده علاقه، راه دين، راه حنا كندوي على الميته، تم مالكم قلتوا؟ تركز، ما عندوش علاقه، هو خوها فحال واحد غريب غيجيب الفلوس. واش فهمتي كيفاش؟ غتقول لي خوها ما يوريتش خوها فيها، علاش؟ كاين ابناء هنا، علاش قلت حيدناه؟ حيت كايناش كاين الفرع الوارث، لما كيكون الفرع الصلب اللي هو الابن في الميراث كيقولوا كنعبروا عليه، احنا الفقهاء كنعبروا عليه بالدكاكه. شنو هو الدكاكه؟ حيت الا كان هو كيدك كلشي كاع العصبه، حتى واحد فيهم اللي كي اش اللي كيفلت من العصبه اللي هو اش الاب، لا الام، راه ديك من جهتها مرتب الفرد. حنا كندوي على العصبة، العصبة الذي لا يرث بفردين، كل ما يرث بفرد غير ما يرث بفرد يسمى اش؟ عاصي. هاد العصبة كلهم عندك العم وابن العم والخال، من الخال ما كيورثش، العم وابن العم، فهمتني؟ هادو كلهم اش؟ والأخ في وجود ال كيبقاش ورثو، علاش؟ لأن وجود الفرع اللي هو الأصل الابن. بعكس اللي كانت البنت واخا هي فرع لكنها بنت، ما كتكونش هاش كتكونش في قوه الابن، شتي الابن. ولذلك مع الابن شكون اللي كيورث؟ كيورث الاب من جهه الميت، وكيورث الجد الذي هو من جهه الميت، لكن يحجبه الاب مع وجوده. حنا قلنا الاب والجد، معناه الا كان هذا، كان هذا كيورث مع الابن، كان هذا كيورث مع الابن، وكيمنع هاش كيمنع الجد، لان كل ما كاناش رتبه اعلى من الاخر يمنع الذي هو اسفل منه. المهم انت دخلتي من الصداع الناس، فهمنا؟ فالمقصود انه اللي موجود دابا اللي كيورث هما الابناء واش والوالدين، اللي هي الاب واش والام، لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، ثم ان كانوا ذكورا واناثا للذكر مثل حد الانثيين، ان كانوا ذكورا فبالتساوي، وان كانوا اناثا ما قالش إناثا، أنا قال أبناء، هنا إناثا وهنا في كلام خر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.